الاكله بتاعتنا مش محتاجه تقديم لانها بتقدم نفسها من غير اي كلام. شايفين طبق المكرونه اللي بالخضار مليان عناصر غذائيه مفيده جدا، ده غير ان الوانه تفتح النفس للاكل واكله سريعه. لو انت بقى بتشتغلي مش هتحتاجي مجهود، هتعمليه في ثواني، وغير انه اكله صحيه واقتصاديه فيه كربوهيدرات وفيتامينات. يلا بينا نروح نعمله، وما تنسوش تشتركوا في قناتي عشان يوصلكم كل وصفاتي. المقادير معايا هنا بوله كبيره خضار متفرز متشكل، معايا هنا فاصوليا خضراء وبسله وجزر، شايفين هو لسه حتى بالتلج بتاعه مفكش. طيب الخضار المتفرز هيفرق في الوصفه اللي انا هعملها غير الخضار الفريش طبعا، لان الخضار المتفرز بيبقى واخد نص تسويه من التفريز، بيبقى في الفريزر كانه واخد نص سوا. اما الخضار الفريش لما بتيجي تعمليه في الوصفه دي بتحطي له ربع كوبايه ميه يستوي الخضار، يا اما بتغطي عليه شويه يستوي. معايا هنا طماطم قطع، انا شايله القشر منها عشان مش عايزه القشر خالص في الوصفه دي. معلقه توم فريش، نص معلقه كمون، رشه صغيره فلفل اسود، نص معلقه بابريكا، نص معلقه ملح. ومعايا هنا المكرونه، انا بحب نوع المكرونه الايطاليانو. الصوصه الجميله دي ممكن تستخدمي مكرونه قلم، مكرونه صغيره، براحتك بقى في الوصفه. لسلق المكرونه بقى حطيت حله وحطيت فيها الميه، ولما ابتدت تغلي هنزل بكيس المكرونه ومش هحط له اكتر من معلقه الملح دي. وعلى المكرونه على ما تتسلق جبت طاسه وحطيتها على البوتاجاز، هي الوك بتاعتنا الكبيره اللي بشتغل فيها. هحط فيها ايه، معلقتين كده زيت زيتون، انا عايزه الوصفه بتاعتي تبقى صحيه مش هكتر اكتر من كده. وهحط الثوم واشوحه شويه معايا، انا مش هحمره، ريحه الثوم تطلع بس. وهنزل بالخضار، نهدي النار على نار وسط عشان زيت الزيتون معايا ما يتحرقش ولا الثوم. خلاص كده ريحته طلعت وتشوح، هنزل بالخضار الجميل معانا. انا عايزه الخضار يبقى ايه اكتر من المكرونه عشان يبقى مفيد وصحي. هشوحه بقى، وزي ما قلت لكم يعتبر هو كده ايه واخد نص تسويه، هسيبه معايا كده حوالي 5 دقايق على نار هاديه مش هعلي عليه. وانا شغاله كده عايزه اقول لكم معلومه تخلي بالكم منها يا جماعه، ان الشتا بيبقى اكله كتير، عشان كده الطبيعي ان الاكل بيدفينا عشان جسمنا بيحرقه وبيحوله لسعرات حراريه، فنحاول نظبط الاكل بالليل عشان الجسم بيدخله على انه الياف وبيشبعنا طول الوقت. اهو شايفين انا بشوح كده، وكمان بياخد وقت معانا بقى لما بيتهضم في ايه، بيبقى حاجه جميله. هسيبه برضو ايه مستمر كده في التشويح، وعلى ما المكرونه تتسلق وهوريه لكم. هحط للخضار بعد ما تشوح كده الطماطم، واديهم تشويحه مع بعض زي ما قلت لكم. الطماطم بتاعتي من غير قشر، وخليكم معايا ايه لاخر الفيديو عشان عندي تكايه جميله قوي هضيفها للوصفه هتوديها في حته تانيه خالص. وخلاص المكرونه بتاعتي اتسلقت اهي، هحط التوابل. وزي ما انتم شايفين هي بتحتاجش توابل كتيره، واصفي المكرونه بقى وبعدين نحطها على ايه على الخضار الجميل بتاعنا. خلاص كده، وبعد ما الطماطم خلاص اتسبكت معايا وخدت من طعم الخضار والتوابل هنزل بالمكرونه. شايفين المكرونه جميله ازاي، لاني ما سلقتهاش سلق كامل، شايفين مش معجنه ولا لازقه في بعضها، حاجه جميله. هنقلبها كده، ولا شكله الخضار بقى في الوصفه دي انا بحبه بصراحه. تقدري تضيفي ايه من الخضار، لو بتحبي البطاطس تقدري تضيفي بطاطس مع الخضار، كوسه، باذنجان، اي خضار انت بتحبيه تقدري تضيفيه في الوصفه دي. هسيبها كده دقيقتين
وبعدين هقول لكم بقى على ايه التكايه الجميله اللي هحطها في الاخر. اخر حاجه هضيفها لها بقى معلقتين كده من دبس الرمان، هتخليها تحفه. بس طب لو مش متوفر دبس رمان او ما بتحبيهوش عادي اكتفي بها كده وهي تبقى حلوه برضه. احنا ايه بندي بس قيمه غذائيه عاليه للوصفه وبنديها طعم حلو. بس خلاص كده شايفه المنظر، يعني بيتحدث عن نفسه بصراحه، ولا الطعم بقى والريحه ايه حكايه. خلاص هطفي عليها بقى واغرفها معاكي. خلصت الطبق اللذيذ بتاعي، بصوا شكله والالوان الخضار اللي فيه جميله جدا، مش محتاجه اوصف لكم بقى، جربوه قولوا لي ايه رايكم في الوصفه بتاعت النهارده.